تراجع أرباح المتقدمة للبتروكيماويات ب23% في الربع الثاني من العام إلى 186 مليون ريال لتأتي متماشية مع التوقعات. وزير المالية البريطاني جورج أوسبورن يبدأ اليوم زيارة إلى مدينة نيويورك لإقناع مستثمري وول ستريت بالبقاء مع بريطانيا في مرحلة ما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي. الين الياباني ينهي موجة ارتفاع استمرت 4 أيام بعد نجاح الحزب الحاكم بقيادة شينزو آبي في الانتخابات.